يعني خاصة زي ما حضرتك قلت فندم في هذا الوقت الدقيق، يعني مصر محتاجة كل صوت وكل مواطن مصري دلوقتي انه يقوم بدوره وبواجبه. في نفس الوقت احنا يعني يمكن على مدار الفترة اللي فاتت كان في خلينا نقول مقدمات لا تغير في المشهد السياسي وإثراء الحياة السياسية، بنتابع الحوار الوطني، بنتابع ان في حديث دائر بين مختلف الآراء، وفي نفس الوقت في هذه الانتخابات تحديدا شايفين كمان الأحزاب السياسية نزلت وفي 4 مرشحين ببرامج مختلفة، مشهد مختلف بشكل صحيح. كبير، حتى يمكن الاحترام المتبادل ما بين المرشحين، ويعني مشهد أعتقد أنها فعلا على مدار فترة كبيرة جدا ما كناش بنشوفه يا فندم. شايف أنه إزاي ممكن نبني على هذا المشهد وهذه النتائج والوضع اللي احنا فيه؟ طبعا الوضع الإيجابي أكيد. أولا المشهد اللي أنا شفته في الانتخابات الرئاسية مشهد محترم يليق باسم مصر ومكانة مصر ودور مصر العظيم وتاريخ مصر المشرف وأبناء مصر الوطنيين المخلصين. ألاقي 4 3 طبعا منتمين إلى أحزاب سياسية ومرشح رئاسي آخر، لأن الدستور المصري العظيم ينص على أن من يصبح رئيسا للجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب، يعني لأن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام دستور 2014 هو رئيس لكل المصريين ولا يكون منتميا لحزب ما من الأحزاب، لكن من حق المنتمين للأحزاب أن يترشحوا كما حدث، رأينا يعني 3 من رؤساء الأحزاب. المرشحين 4 على قدر كبير من الاحترام، وزي حضرتك ما أشرتي من أكثر الأشياء التي أسعدتني هي الاحترام المتبادل بين حملات المرشحين 4. كل منهم يختص بأن يتحدث عن نفسه، وإذا تحدث عن أي آخر يتحدث بكل أدب واحترام وتقدير وتوقير، وهذه هي مصر. رأينا في كثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها نشر لأكاذيب وتجريح وتضليل وحملات مضللة وكاذبة، لكن بالنسبة لنا في مصر لا تليق باسم مصر. إحنا شعب له حضارة وله تاريخ وله قيم، فمسار المعركة الانتخابية حاجة تشرف. الأمر الثاني هي عكست أيضا وجود نضج سياسي في الحياة السياسية والحزبية المصرية. أنا لقيت تفاعل كبير من الأحزاب، يعني لقيت إحنا عندنا أكثر من 100 حزب سياسي، لقيت مجموعة كبيرة أكثر من مجموعة راحوا وقالوا لا إحنا عملنا اجتماع وإحنا سمينا نفسنا ائتلاف كذا أو تجمع كذا وإحنا بنؤيد المرشح الرئاسي فلان الفلاني. آخرون قالوا لا إحنا بنرشح فلان. طيب في حزب مثلا في مرشح رئاسي، رئيس الحزب مترشح، خرج نائب رئيس الحزب يقول أنا أكن كل احترام وتقدير لرئيس حزبي، لكن أنا هنتخب المرشح الآخر فلان الفلاني لأسباب أنني أرى أنه الأقدر للأسباب الآتية 1 2 3 4 10، وأعلن هذا الأمر ورئيس الحزب لم يتخذ ضده موقفا. إذن هذه الأمور بتعكس وعي سياسي ونضج سياسي.